أهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود الجميل طراز العراقي. الوجه عندنا من السيدر قطعتين، الظهر من المهوغني بالكامل بالإضافة للزند والبنجوق. أنا نلقي نظرة كاملة على العود. المفاتيح عندنا من الجوز، ممكن استبدالها بالأبانوس في حال الرغبة. مجرد تكتب في الملاحظات عند الطلب في الموقع استبدالها إلى أبانوس، راح يتم استبدالها فورا. الهرم عندنا من قشر الليمون، المسطرة عندنا من أبانوس درجة أولى. قياسات هذا العود: العرض 36، العمق 20، طول الزند 19.5، وعرض العظمة 3.9. الزند عيار، من هنا بنقدر نتحكم بالدوسة بكل سلاسة. مجرد شد ورخي من هنا الموضوع منتهي تماما. تقدر تتحكم بالدوسة هو بعد الوتر عن المسطرة، وهذا الميزة أيضا بتحمي زند العود من التقوس مع مرور الوقت. الأوتار عندنا من كروشنارد وزاندودو. خلونا الآن نبدأ نختبر العود بمختلف مساحات صوتية مثل ما تعودنا دائما. أكيد نبدأ. Thank you.
نكون وصلنا لختام عرض العود ووضحناه في جميع المساحات الصوتية. خلينا نجي الاختبار الأخير الآن وهو العزف على الفينجر بورد كامل. عود صوته حنون جميل وشجي. تمنياتي بالتوفيق، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.